الخير عليكم، مصبحكم بالربح والسعادة والهنا. فوالا اليوم درت لكم حلوة تقليدية ماكش لي ما يحبهاش، وهي السمسة. راكو تشوفوا كيفاش راهي منبلة وراهي متلفخة فريمون. واحد السمسة جات ما شاء الله، وهنا حبيت نوري لكم كيفاش نسير بيوها. هي جينيرالمون ما تتغطسش في العسل. انا نشفى كنت صغيره، يعني ماشي صغيره، نقول عويدقه هكذا، نشوف كانت يما كيجو ضياف كيكونوا كاش سابع ولا كاش فرح هكذا، ولا يعني خفيف في الدار، كانت يما تحطها هكذا ونحطوا العسل في، يعني العسل وما نغطسوهاش. علاش؟ باش تبقى كروستيونت، ماشي ناكلوها وكامل تولي كتشليق. راكم شايفين السمسة ما تتغطش في العسل. انا ما نكذبش عليكم، يما راهي 90 سنه في عمرها، كي قلت لها يعني زدت اكدت، قالت لي نو ما يغطسوهاش في العسل، هي القريوش الخشخاش سينو ما تشد لكمش. ويعسلوا قسمه ياكلوا، تقدروا يعني تعسلوها بصح قسمه تاكلوا، ماشي تعسلوا كامل لا كونتيتي اللي تدوها. جيسبر فهمتوا واش حبيت نقول لكم. هذو هما العوايد، وان شاء الله اللي كيما نايا عندها نفس العاده تخلي لي ان كومونتير تقول لي لا بالك رانا غلطين، بالك انا نعرف هكذا ما يعسلوهاش، يعسلوها كيما راكو تشوفوا، وبالك جهه اخرى يعسلوها الله اعلم. دوك انا يخلوا لي لي كومونتير باش نشوف. فوالا بسم الله نجوزو لا غوسيت. يعني عندي يعني وصفه تقليديه، 4 كيلات نتاع الفارينه، كيله غير ربع نتاع السمن، راح نزيد له واحد زوج مغارف زيت ولا ثلاثه، ونخلي قيس صباع ما نعمرهاش الكيله تاع السمن. وعندنا كيله نتاع الماء وما زهر نشوفو من بعد، وحبه بيض والملح. هنا لازم نغربل الفارينه تاعي باش ما تتقطعليش في الماشينه، ويعني التقليديه تاع الصح ماشي بلا ماشين، يعني يفتحوها بيدهم، كانوا يقعدوا يديروا جفون وجفون نتاع السمسة. هذه اقدم حلويات اللي كانت بكري. فوالا دونك انا راني نغربل فيها. عندنا 4 كيلات، وانا وزنتهم دوك الكيلات ما نكذبش عليكم باش يجوني كيف كيف. درت كل مخيفيه درت فيها 100 غرام، يعني عندي 400 غرام فارينه هكذا. اللي حبيت تسيي تشوف هنا، ندير لي دام لي ناقص صباع، عندي سمن مذوب وزدت له شفتوني ابوبري واحد ثلث مغارف نتاع الزيت، هذاك الزيت هو اللي يمد لها القرماشه. عندي حبيبه بيض، البيض هذه لا بات تشبه نقولوا براتيكمون سي لا ميم كي تاع بقلاوه. فوالا دونك نفس العجينه، كاين اللي يديروا حبه بيض، كاين اللي ما يديروش، كاين اللي يديروا الخل، كاين اللي يديروا الخميره. انا الخميره الا تحبوا زيدوها، سينو كي تكون شابه وتندلكوها تاع زمان يعجنوها مليح يدلكوها باش تولي إلاستيك، يعني وتولي دير لكم تشلافخ، باسكو زمان يحلوها بالغولو ما يديروا لهاش لا ماشين، يقولوا لا ماشين تقتل لها تشلافخ هذوك. ودوك احنا قوم الفنيان نديرو الاخر اوني بلو، باسكو علاش وحدنا بكري؟ كانت تلمة، كانت وحدة تخدم وحدة تقلي وحدة تعسل ولا وحدة تسقم، يعني كانوا الجماعة. فوالا نبسسها مليح مليح بين يديا، ما تنساوش باللي الملح درتو لداخل الماء وما زهرها وليك باش ما يقطعناش العجين. وراني الرش، انا ندير الرشة الاولى سي بون، راكو تشوفو هاي ليك درت حفنة تاع الماء في يدي نورمالمون سي بون. وتو ديبون الفارينات البنات، انا ما نكذبش عليكم والفت لا فارين سيم وراهي مفقوده، احنا جهتنا ما راهيش كاينه، دونك خدمت بالدار، يعني بليتو ماما استغفر الله خدمت بماما. هذه ما عجبتنيش كيما موالفان خدمت بسيم، سيم تشرب وتخلي لاباط واقفه، دونك راني ندير له بوبليسيتي لسيم. بصح صدقوني انا تال مخدمت غير بسيم، لي فارين هذو ماشي كيما الاخرين. فوالا شفتوا الكيله درت النص نتاعها برك، وهنا رايح نحطها وندلكها، يعني حتى نليسيها لاباط. زمان قلت لكم قد ما يدلكوها باش دير تلافخ، باسكو ما كانوش يستعملوا لا مينوار ولا لا ماشين، كانوا يحلوها بيديهم. واللي كيما نايا ولا يعني اسكو هكذا كنتو تخدموها ولا مواليكم كانوا يديروها، خلوا لي يعني تعليقات، نحب نعرف انا سي جامي، يعني مليح الواحد يعرف ويستفسر. فوالا شوفوا لاباط ما تجروهاش برك، تحصلوا فيها دونك خلوها يعني تريح نورمالمون قد ما ريحت تولي خير وما خير.
اقل حاجه ديروا لها سويعه، يعني غوبو تاع ساعه، تقدروا تعجنوها من في الليل ولا مع السحور، وخلوها للصبح نوضوا ليها في البروده. ولا نجوزو هنا للعقده، تعرفوا بلي السمسه تحب العقده، هنا عندكم مكسرات اللي تحبوا. عندي 3 كيلات بيان سور، انا نحمص، انا ما نديروش خضر نيلوز ني كاوكا، ما نديرهمش خضوره، هذو نديرهم محمصين باش تجيني فيها البنه. دونك عندي 3 كيلات راني كيلت بالفنجان تاع لاتاي، وعندي نص كيلة سكر باش ما تجينيش حلوة وما تيبسليش. نخلط المكونات، واهم شيء في الصمصة هي القرفة، نديرو شوية قرفة ونخلطوا المكونات ونرشوها برك بالمزهر. هنا لازم تترش كيما تاع البقلاوة، ماشي نلموها عقدة. ومقبل ما نرشها درت شوية نتاع السمن، يا ربي من غير فما ما تجيش مغرف تاع العشاء. نخلط المكونات مليح، خلاص ما نستعملش المغرفة، ومن بعد نبدا نرش فيها، نرشها نفتلها كيما نقولوا هذا مكان، ونخليها دو كوتي. هي ترفد بالمغرفة، ماشي نلموها نكوروها ولا فوالا. دونك حاجة سهلة، انا وجدنا العجين وجدت لا فخس، ندورو دوكا العجينة ما ابخي ما ريحت، انا خليتها واحد 3 سوايع ولا درتها الصباح كينوت، ودوكا مع مقبل ما نبدا نطيب فطوري درتها هي الاولى. فوالا هي شويه فيها الخدمه وتشد اليد، وانا ماذا بيا ما نحيت لكمش اللقطات باش تشوفوا كلش، وما زربت لكم شون بلوس غير وين كاين يعني ريبيتيسيون. نحل لاباط لو باتون تاعي ولا لاباط تاعي، ومن بعد هكذا كيما نديروا للبقلاوه نفس الشيء، ندير دي كاغي هكذا باش نبدا نفتح كل وحده وحدها. فوالا دونك انا اوبليجي هنا ندير لا فارين، علاش؟ باش ما تلصقليش وما تطلقليش يدامها، باسكو نسيتها. هذا ما كان، ومن بعد نرشها هنا، ما تخافوش ما حش تشرب لي بليتو، ما حش تواسيلي ديك الفارينه، ننفضها ولا راح تنشفها لي، بالعكس تقدروا تستعملوا نتوما مايزينا. هنا شوفوا نبدا نحل بالكاغي بالواحد، ندير لا فارين ولا لا مايزينا كيما تحبوا، انا باش تنشف لي وتقسح لي، باش من بعد كي نفتحها ما تلصقليش في لا ماشين. فوالا انا بدلت لو غولو، نحيت لا ميم لا طوال سيغي باسكو ما تساعدنيش. دونك فوالا نطويها كيما نديرو الملفاي هنا، وعلاش نطويها؟ باش تنتفخ لي، شغل تولي لي تولي لي فويتي. فوالا هذا ما كان، قلت لكم اللي يحب يدير لها قريصه تاع لا لوفور يدير لها، من زمان كانوا ما يديروش، قلت لكم كانوا يحلوها بيدهم. هنا نديرها في النمرو العريض، معناتها درتها في زوج، ومن بعد نديرها في 4 ونحبس في 6. انا هكذا ماشي، انت كي نديرها في 7 تجيني رقيقه بالبزاف. احنا ما استحقوهاش ترونسبارونت حتى وين، يعني ترو ترونسبارونت ماشي مليحه، ما تنبلش تجي مصبطه كيما نقولوا. دونك نتوما خلوها شويه شويه رافده روحها كوميم. انا درتها 2 4 6 وكل وحده وماشينتها، المهم راكو تشوفوا هنايا راهي اسيفين يعني رقيقه، ما نقدرش نرققها اكثر من هكذا تولي قلت لكم بلاطيه يعني ما تطلعش. فوالا دونك هنا جيسبيغ راكو تشوفوا راني نسقم الحواف بالجراره، يعني الجريوره هذيك نحي لها لي كوتي باش تجي مسننه، يعني تجي متحوفه. شوفوا شحال رقيقه، فوالا راهي طبله راهي تبان يعني. فوالا نديرو ان لون يعني اون بون بوند يعني طويله هكذا باش ما نظلوش نخدمو بشويه. هنا تخرج لي واحد 5 حبات ولا 6 فوالا، وانا نحبها عريضه كبيره شويه، ما نحبهاش ديك الصغيره، باسكو مام كي ديروها صغيره وتزيد تنقلها حتى تزيد تتكمش. ديروها شويه قسمة تنقلها تتنفخ تصغر شويه وتجي شابه. انا مقبل ما ندير لافاخس راح نعبر، راح نخدم لي تريونغل هذوك المثلثات باش نشد العبار تاع لافخس هكذا، نطوي وحده زوج ثلاثه ونقطع حتى نكمل العجينتي كامل اللي راهي محلوله. يعني هذه استوس مليحه باش تعرفوا وين تحطوا لافخس من بعد، ومن بعد الطويان يجيكم ساهل، واللي عندها اللي يعاونها خير وما خير. انا راني وحدي نجبد هذا هو، دونك نفوت ندير هكذا نزيد نحل واحد اخرى، ومن بعد نوفي ومن بعد نعمرهم، يعني هكذا نخدم بشويه. الصمصه تشد اليد شويه وفيها خدمه. دونك هذيك الحبيبه الاولاني خدمتها، دونك نزيد نوري لكم كيفاش ديروها.
لا فخس ما تخلوهاش الا شفتوها نشفت زيدوا رشوها ليجيرمون. علاش؟ باسكو لو كان تخلوها ناشفه يطير لكم هذاك لا فخس الطير. شوفوا هنا كي كيلت كيفاش جاتني سوا سوا. فوالا دونك هكذا نطوي، واش نحكم في الوسط ما نمسهاش، نحكم لها لي بوينت سما هاك تشوفوا نعبز لي تخوا كوان هذوك باش كي نديرها في المقله ما تنفتحليش. فوالا دونك لي خافت دير بياض بيض ولا دير شويه ما، مي هي كي تكون لاباط شابه وطريه ما تخافوهاش وراهي فريشكه. فوالا دونك هذه هي الصامصه، ما كاينش اللي ما يحبهاش والناس كامل اللي يديروها. وقلت لكم من بين اقدم الوصفات الجزائريه التقليديه، انا يما راهي عجوزه قلت لكم عندها 90 سنه وتحكي عليها نهار تعلموها وبداو يديروها، يعني من زمان حاجه اللي يديروها في الفرح هذه هي كانت. شوفوا انا الزيت تاعي درتها تسخن، سخنتها مليح ونقصت لها، رميت هذيك شويه باش نشوف كي تطلع سيبه. دوك نرمي الحبه ونبقى نرمي لها الزيت، هنا لازم نرمو لها الزيت. شوفوا كي بدات تنبل وبدات تطلع، ما باليش الا التصويره راك تشوفوا مليح لا فيديو، انا هذا واش يصور التليفون تاعي. دونك ارموا لها الزيت حتى تشوفوها خلاص انتفخت سيبون، صرفوها وزيدوا واحده اخرى وهي رايحه حتى تكملوا كامل الكميه اللي عندكم. انا حتى كملت كلش باش بديت نقلي، اللي عندها وحده كي توفيو شويه وحده تقلي وحده تخدم خير. فوالا دونك نتوما حطوها في طرشونه هكذا ولا تليق كبير، استفوها وزيدوا غطوها باش ما ديرلكمش لا كروت من الفوق. هكذا نرمو لها الزيت وهي تشلفخ وتطلع فريمون واحد كيما يقولوا صامصات شاهي وخر من تاع الديول، ديول تاع بومسلك كيما نقولوا كي نكونوا في كرهين ولا كي نكونوا فنيانين. باسكو الصامصات تشد اليد وفيها خدمه. شوفوا كيفاش دارت تشلافخ، جيسبيغ راهم يبانوا لكم. وهنا شوفوا كي حطيتها في الطبسي هذاك، فوالا راك تشوفوا شحال جات شابه ما شاء الله. قلت لكم زمان ما يعسلوهاش كيما راهم يديروا دركا، وماذا بيا قلت لكم زيدوا خلوا لي التعليقات نشوف رايكم الى صح واش راني نهدر ولا انا هذه كلام يما. وزمان انا كنت صغيره قلت لكم كنت نشوفهم يعسلوها في لاطابل هكذا من الفوق، وبالك وما زهر ديروا لها عسل عاقد باش ما تطراش. فوالا لازم لها عسل عاقد، كي هي كي البقلاوه كي القريوش كي الخشخاش ما يحبوش عسل خفيف، سينو غدوه من ذاك تولي لكم قلت لكم كي تشوالق. فوالا دونك هذه هي الصمصه، ان شاء الله شهيتكم بالصحه، ديروا القلب ونوضوا ديروها. هاني انا درت لكم شويه بوست على بالي فيها خدمه، مي واش عليه نتوكلوا على ربي. وهنا راح نغسل لكم حبيبه، يعني جات ما شاء الله فايتي الداخل وجات معمره كيما يقولوا بلا فاخس، يا ما ناكلوش غير لاباط. نقول لكم ان شاء الله الى وصفات تقليديين ما خير، نخلي لكم دون لو لافنيغ يعني هذا النهارات الجايين مازال عندي وصفات تقليديه محضه. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي صبرتوا عليا، وتبقوا على خير الى الملتقى باذن الله، وصحه فطوركم.